بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، ومن خلال هذه الحلقة يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا. اللهم آمين. وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل 0501785536. بارك الله فيكم معالي الشيخ. ورد إلى البرنامج سؤال عن تفسير هذه الآية، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية من سورة الحجرات، وهي سورة آداب عامة أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين في تعاملاتهم. الأدب الأول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. رب العالمين لم يقل اجتنبوا الظن، لا، اجتنبوا كثير من الظن، ولم يقل إن الظن إثم، بل قال إن بعض الظن إثم. فالظن ينقسم إلى قسمين: ظن مبني على الشكوك والأوهام، هذا يا إخواني لا يجوز العمل به، نعم، وهو الذي يفسد العلاقات، يعتبر ظن إثم يا شيخ. أي نعم، يفسد العلاقات. وإذا ابتلي الإنسان بسوء الظن نفر قرابته وأصدقائه منه، يعني كل ما عمل صديقها وقريب الشيء ظن به ما يبي هذا، ما يبينا ذا، هذا قلبه أسود أبد. شوف ترى الكلام اللي يقوله مو بصحيح، ها، ترى مو بصحيح، شكون فيه، شكاك، ويسيء الظن بكل أحد، وحينئذ ما يبقى له أصدقاء. يقول للشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، أي توهم يجيه صدق يعتبره حقائق، وعاد محبيه لقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. هذا الذي نسأل الله العافية والسلامة يسيء الظن تجده يطيع النمامين ويصدقهم ويصدق الحدس. والله تعالى يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطيع، ترى النمام بفرق بينك وبين أحبتك، نعم، لا تقبل منه، لا تفتح أذنك له. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لا، لكن فيه أحيانا ظن يعني ينبغي العمل به، يعني أنت مثلا إذا كان عندك عامل وظنيت أنه يسرق، يسرق، لا تتهم على طول، لكن راقبه، صحيح، راقبه، تابع، شف. إذا كان عندك ولد وخفت عليه، ظنيت أنه يتناول مخدرات، لا تجزم، راقبه، لكن راقب، خليك حذر. ولذلك المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيس فطن. المؤمن كيس فطن. وعمر يقول: لست بخب وليس الخب يخدعني، ماني بنام
يعني ضعيف ولا بالخداع، أنا لست خداعا ولا أقبل أن يخدعني الخداع. ثم قال ربنا جل وعلا: ولا تجسسوا. التجسس البحث عن أخبار سرية لدى الغير، تجده دائما يدور وش قال وش سوى الغير. ومن هذا في هذا العصر تتبع التلفونات، يعني الرجل الآن يتتبع تلفون امرأته، والمرأة تتبع تلفون زوجها. وقد وقع طلاق، يعني وقع طلاق وفرقة بسبب تجسس المرأة على زوجها وتجسس الزوج على امرأته. والتجسس يا إخواني حرام، اسمع الآية: ولا تجسسوا، نهي صريح عن التجسس. ثم قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة بأنها ذكر أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، يعني لو موجود ما حسيت الحس. ليه؟ لأنه يكره. فإذا حدثت عن أخيك بشيء يكرهه فقد اغتبته إن كان فيه، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أتيت له ببهت. والله تعالى يقول: ولا والذين ثم يرمي به ومن يكت وما ثم قال وقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله العافية من والسلامة من البهتان الذي يقترف إثم ثم يرمي به بريئا، هذا شر البهتان. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أيحب أحدكم؟ أي هذا من التنفير من الغيبة، تنفير من الغيبة. رب العالمين يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ أول شيء لحم آدمي، ثم أخيه، شوف النفرة الثانية، ها، ثم ثالثا ميتا، ما هو بحلال ولا طيب، ها. فهذا تنفير من الغيبة، تنفير من الغيبة. ويا إخواني بارك الله فيكم، الذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة هم الخاسرون. النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة المفلس، قال: من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الذي يأتي بعد أن قالوا إنه من لا دينار له ولا درهم، قال: لا. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي بحسنات، ولكنه يأتي وقد ظلم هذا واغتاب هذا وبهت هذا، قال: فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته صارت المقاصة بالسيئات، أخذت من سيئاتهم وطرحت عليه. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال، أم صالح من بيشة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ يا هلا بأم صالح، الله يبقيك. اسمع يا شيخ، عندي سؤال. نعم. فيه واحد صار بينه وبين أخوانه حاجة بسيطة، يعني سوى تفاهم، ما يعني ما يحمل الكلام هذا كله. نعم. وحلف إني ما أدخل بيتكم، مع أنه يقابلهم في برا في الاستراحة في العزايم في، وإيش عليه يا شيخ؟ عليه إنه يعود إلى زيارتهم في بيوتهم ويكفر عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حلف الإنسان على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم، شكرا لك. طيب يا شيخ، كفرت اليمين؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إما أن تؤدى عن طريق جمعية البر، نعم، أو يؤديها هو بأن يأخذ مثلا 15 كيلو رز ويدفعها لأسرة محتاجة. نعم. أيضا معنا اتصال، أم فهد من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية، سهل أموركم، ومن يسمع جعل الأخنا عليكم بالعافية، ربي يكرم. آمين. جزاك الله خير.
أنا عندي ولد معاق الله يطول عمرك. نعم. لا يفهم، يحب الصلاة ويحب الصيام ويحب أن يصلي في المسجد، بس إشكالة في أمك أنه يحب يقرأ القرآن والصور الطوال وهو ما يفهمها، هل عليه شيء من ذلك؟ لن يمنعه لا من اعتقل الله فيه، الله فيه يعني يتحسب علي. طيب. ليش تمنعين من قراءة القرآن؟ ليش؟ لأنه يتعتع ما هو بيفهم زين معاك يا بنت الحلال. هذا شو اسمه باكستان والهند كلهم أعاجم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه. ما منعت يا شيخ، ما منعت من قراءة القرآن يعني السور القصار من عمر الطوال. ما علت من خليه يقرأ الطوال والعمران. يا بنت الحلال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له بها أجران. ما دام الآن أنه بيقرأ خليه يقرأ ويحب الصلاة والصيام، بس إنه الله علم صلاته وصيامه يعني. يا بنت الحلال على قدر ما عنده من العقل يقول إن شاء الله بي ربي بيقبل إن شاء الله. يا ربي سهل أمرك. وهالحين رحت بالعمرة 3 مرات بس إنه ما يفهم، من يوم أحطه في العربية وهو نايم ما عليه أبد. ما عليه، ما عليه. وباقي حجة الإسلام قال لي رتب في الجنة. ما عليه حجة، ما عليه حجة، ما عليه حجة. إذا كان إنه ما يدبر نفسه ما عليه حجة، ما يدبر نفسه. بس أنا حبيت أحج لحجة الإسلام. جزاك الله خير. طيب ما يا هلا والله، قال لي رتب في الجنة. هو سريع الغضب يعني، ولا حتى أحد الله فيه. وانت عالنا قال جزاكم الجنة. هذا أسأل. اللي عنده أبد إن شاء الله لس أجر عظيم في العناية به وتعليمه وتدريبه. هو يضبط الصلاة إذا دخلها من أولها إلى آخرها؟ لا يتلفت أحيانا ولا حد حس في الصلاة. أي معلش، ما يفهم، يظهر من البيت ما يدل بيت المسجد. خلاص ما على الشيء أبدا. جزاك الله خير، شكرا لاتصالك، بارك الله فيكم. أيها الإخوة، مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. اهلا وسهلا بكم مجددا، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. من الاسئله التي وردت على جوال البرنامج، هذا يقول: طفت طواف الوداع وذهبت الى مقر السكن ونمت ثم سافرت الى بلدي، هل يلزمني شيء؟ ايضا من الاسئله: انبت الاخ في طواف الوداع ولم أستطيع أداء الطواف بسبب العذر الشرعي، هل فعلي صحيح؟ السؤال الأول أنه طاف طواف الوداع وذهب إلى بيت ونام، ما عليه الشيء. الأولين كانوا على بعارين وكانوا ينامون، بعضهم إذا طاف طواف الوداع ينام في الأبطح وينام في ميناء وينام يعني مثل بعير يمشي، ما فيه بأس إذا احتاج إلى هذا. هذا سؤال طواف الوداع. السؤال الثاني، تقول للمرأة هذه أنها أنابت أخاها في طواف الوداع ولم تستطع أداء الطواف بسبب العذر الشرعي يعني الحيض. يا إخواني، إذا حاضت المرأة ما عليها طواف وداع. جميل. إذا حاضت المرأة سقط عنها طواف الوداع. نعم. نعم، من الأسئلة أيضا بارك الله فيكم، هذا يقول: بلغت 40 سنة، فهل هناك دعاء مشروع لمثلي؟ هذا السؤال الذي يسأله الأخ. وسؤاله الآخر يقول: تأخر عني الزواج، فهل هناك دعاء أدعو به؟ تفضل يا شيخ. السؤال الأول مذكور في القرآن: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. هذا دعاء عظيم جدا، ما ينبغي للمسلم أن يتركه إذا بلغ 40. فينبغي يا إخواني لكل مسلم بلغ 40 أن يحفظ هذا الدعاء الذي أثنى ربنا جل وعلا على قائله. أما السؤال الذي بعده فهي أنها تأخر عنها الزواج، تسأل عن دعاء من الأدعية، دعاء موسى
ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقير، فرزقه الله الزوجة ورزقه الله المال وأمنه بعد أن كان خائفا. ومن الأدعية، الأدعية أن الإنسان يدعو بالنص، يقول اللهم أني أسألك زوجة صالحة تعينني في ديني ودنياي وأرزق منها الذرية الصالحة. هذه أيضا من الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. والمرأة أيضا لو دعت فقالت اللهم إني أسألك زوجا تقيا غنيا حليما يكون قرة عين لي وأكون قرة عين له وأرزق منه الذرية الصالحة، هذا أيضا طيب. نعم، نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يقول بارك الله فيكم، أريد أن أو تقول أريد أن أعين زوجي في بناء البيت، فما هي الطريقة لحفظ حقي؟ والسؤال الآخر، لي محطة بنزين أؤجرها على شخص، هل عليها زكاة أم لا؟ أما التي تريد أن تعين زوجها فيستحب لها أن تحفظ مالها، يعني يكتبون كتاب يشهدون عليه، أو يكون الصك باسمها وباسم زوجها، أو يكون لها نسبة في البيت ويكتب الرجل ويشهد اثنين، وتأخذ عندها بأنها قد أعانته بثلث هذا البيت أو ربع هذا البيت. هذا طيب يا إخواني، لئلا يدخل الشيطان ويتجاحد الناس. نعم، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه، كتابة الديون وكتابة المعاملات التي بين الناس أمر مشروع يمنع من التجاحد. هذا يا إخواني السؤال الأول. السؤال الثاني يقول لي محطة بنزين وأجرها، هل عليها زكاة؟ إذا أخذت الإيجار وحال عليه الحول فيه زكاة، وإن أخذت الإيجار وصرفته ما فيه زكاة. نعم نعم. أيضا معنا اتصال، سحمي من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، سؤالك تفضل. يا مرحبا، أنا طال عمرك عندي ولد. نعم. وعندي له فلوس وبيت، البيت سجلته باسمه والمبلغ أعطيته منها طال عمرك 400,000، باقي له عندي طال عمرك 300,000 وما أعطيته طال عمرك، يحطه في المخدرات. لا حول ولا فما وش رايك الحين؟ لا تعطيه يا اخي، لا تعطيه، احفظه له البزرانه. واذا هو يشوف اهل المخدرات اثنين، نوع مفسد يهرب ويروج، هذا لازم تخبر عليه حتى يمسك قبل ان يقبض عاد عليه ويقتل. ترى إخبارك عليه في البداية ربما يدرى عن الشر عظيم، هذا رقم واحد. أيوة. ثانيا إذا لم يكن يروج ولا يهرب وإنما يتعاطى، استمر في نصحه وابحث له عن رفقة طيبة وحذره واربطه بوسيلة من وسائل العلاج. ترى يا إخوان المخدرات والتدخين تنفع فيها مكاتب مكافحة التدخين ومستشفيات الأمل، هي من أعظم ما يعين الناس على التوبة، فاربط بهؤلاء وإن شاء الله ترى فيه ما تقر به عينك. طيب هذا طال عمرك، هذا طال عمرك ما لا ينفع فيه النص ولا ينفع فيه الكلام ولا ينفع فيه على حال على مع أصحاب السوء وتعبت منه. أنا سألتك يا أخي هل هو، أنا سألتك هل هو مفسد يروج ولا يهرب؟ يبيع كل شيء، كل شيء طال عمرك يسوي.
إذا كان يبيع لازم تخبر عليه، لازم يا شيخ، من أجل حفظه هو وحفظ المسلمين من شره، وتعاون مع السلطات. وش يسوي به؟ طيب علمني وش يسوي. يا أخي عندك أرقام من الآن، اتصل عليهم وقل أنا عندي ولدي كذا، وتراني أنا أبوه، وأنا أريد أتخذ وياكم خطة علشان يعني نمسكه لعل الله يهديه ونستنقذه وننقذ المسلمين من شره. نعم، مبلغ هيئة المخدرات يا خسحني. عندك أرقام توصلك؟ نعم. لهم يا شيخ. شكرا لك، شكرا لاتصالك. نعود إلى الأسئلة مع الشيخ. هذه سائلة تسأل تقول أرضعت طفلة وتسأل تقول سؤالي هل يعتبر إخواني محارم لها؟ أي ما دمت أرضعتيها إخوانك محارم لها، وخواتك خالاتها، وزوجك أولاده إخوان لها. نعم. وإخوانها أعمام لها، وخواتها عمات لها. حتى لو كان لزوجك أربع حريم، كل عيالها لأربع إخوان لها. نعم. من الأب. نعم. أيضا من الأسئلة بارك الله فيكم وأثابكم الله، يقول السائل ما حكم الحج أو العمرة عن شخص مفقود؟ ويقول السائل وهل القيام بحج وعمرة يسقط الفريضة عنه؟ هو إذا كان ميت يسقط الفريضة عنه، لكن إذا كان حي ما يجوز تحج عنه. ولذلك يا إخواني، ما دام أنه مفقود، أنت انظر هل الغالب عليه أنه متوفي؟ ما يخالف حج عنه. الغالب عليه أنه حي وهارب من اللي هربوا وراحوا، فأنت اتركه ولا عليه حج الآن، ما دام بعيد أو تعبان أو نعم. مسجون أو في ما عليه. نعم. جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة. وأنت أخي جزاك الله خير، وجزا الله إخوانك القائمين على هذا البرنامج خير. واستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح ذرارينا ونساءنا. اللهم آمنا في أوطاننا. آمين. وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، والذي جمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.